وللمتابعة انضم إلينا من شرم الشيخ مراسل الغد محمد الحمراوي. أهلا بك محمد. ضعنا في أهم ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى. نعم، لينا بالفعل بإعلان التوصيات. الآن تختتم فعاليات النسخة الثانية من فعاليات منتدى شباب العالم هنا في مدينة شرم الشيخ، بعد جلسات استمرت لمدة 4 أيام ونحو 30 جلسة ناقشت عدد من الموضوعات التي جاءت تحت عنوان السلام، التطوير، الإبداع. الرئيس السيسي أعلن في خلال التوصيات المنتدى تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإنشاء أو بالعمل على تدريب الشباب العربي الإفريقي، وكذلك إعلان جائزة للمبدعين والمبتكرين حملت اسم زويل تايلر وحملت اسم العالمين أحمد زويل وتايلر الجنوب إفريقي في دعم المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى إطلاق ملتقى لريادة الأعمال. كان هناك اهتمام كبير بالجانب الإفريقي ورواد الأعمال، وتم الاتفاق على تدشين صندوق دعم عربي إفريقي لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وكذلك دعم ريادة الأعمال في إفريقيا. ربما لينا اسمحي لي أن أنقل إليك ردود الفعل مع علي عطية وهبة العزالي المشاركين في أعمال المنتدى. علي، يعني لو توضح لي ماذا لفت انتباهك في التوصيات الخاصة بالمنتدى بعد هذه الجلسات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لا يفوتني تقديم الشكر لكل القائمين على منتدى شباب العالم على هذه التجربة التي منحوها لشباب العالم وعلى هذا الرقي في الاستعدادات وفي التجهيز. بصراحة كانت التوصيات الختامية للمنتدى رائعة جدا، وكانت بقدر أو بمستوى ذلك المنتدى وبقدر روعة الجلسات التي أقيمت في هذا المنتدى. لفت انتباهي الاهتمام أو اهتمام القيادة المصرية بتوجيه الدعم إلى أفريقيا، في كون مصر تسعى إلى أن تكون أحد رواد أفريقيا أو كقائد لأفريقيا. رأينا ذلك في تخصيص جائزة للمبدعين من الشباب الأفريقي، ورأينا ذلك أيضا في تخصيص برنامج تدريبي في الهيئة الوطنية للتدريب المصرية، إن لم يخن الاسم أو إن صح الاسم، برنامج تدريبي كامل للشباب الأفريقي العربي. كانت بادرة رائعة جدا وطيبة من الرئاسة المصرية، صراحة نشكرهم عليها. أيضا لفت انتباهي لمحة جميلة جدا وإنسانية، وهي إنشاء صندوق لدعم ضحايا الإرهاب في مختلف بقاع العالم وخصوصا في منطقتنا في الشرق الأوسط. كانت بادرة إنسانية ورائعة جدا. تمام علي، يعني أيضا أود منك أستاذة هبة التعرف على ما لفت انتباهك في التوصيات، خاصة أن كان هناك يعني اهتمام كبير بالمرأة وتمكين المرأة ضمن التوصيات الخاصة بالمنتدى. أولا أنا أحب أقول أن المنتدى السنة دي كان مشرف جدا عن السنة اللي فاتت، وأن كان في اختلاف كبير في التنظيم وفي حجم القاعات وفي حجم المشاركين. الناس المشاركين معنا دلوقتي من الدول التانية هم يعني حاسين ان هم حاجة كبيرة ان هم وصلوا هنا المنتدى. الناس اللي ما قدرتش تشارك على الفيسبوك على البيج بتاعتنا زعلانين جدا وحاسين ان هم لا محتاجين ان هم يجي، وده الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها. الاجانب اللي جم هنا لما شافوا شرم الشيخ وشافوا ان الدنيا سيكيورد هنا في مصر اكتر، وان اللي في حاجات جميلة كتيرة وما فيش ارهاب ما فيش كل اللي بيشوفوه ده، ابتدوا يقولوا ان هم هيكلموا اهلهم ويرجعوا هنا مرة تانية. يعني كما أوضح الضيوف الكرام، يعني ربما هذا هي عينة من ردود الفعل على هذه التوصيات بعد جلسات المنتدى على مدار أيام. يبقى فقط لينا أن أشير إلى أنه من ضمن التوصيات جاءت دعوة شباب العالم لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هنا في مدينة شرم الشيخ العام. شكرا جزيلا لك محمد الحمراوي مراسلنا من شرم الشيخ، والشكر موصول لضيفيك الكريمين.